طبعا القليل من يعرف فوائد الكركم. أنتم طبعا ستحدثون عن فوائد الكركم العجيبة، لأن في الآونة الأخيرة أصبح الناس يقبلون على هذه المادة. ترى ما هي فوائده وكيف يمكن أن نستعمله؟ هل هناك استعمالات يعني كما جاء في مقدمتي وحسب ما قمت ببحث متواضع وجدت عنه هذه المعلومات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وأن دائما نتكلم عن المصدر الحقيقي والمصدر الشامل والكامل لكل خلق الله سبحانه وتعالى، وهو القرآن، وأول مصدر. ونجد آية تتكلم عن هذا الخشش، يعني في سورة النحل: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. فسورة النحل هي سورة النعم، لأن مذكور فيها كثير من الأشياء التي تصلح للإنشاء، حتى الأغطية والألبسة يعني مذكورة في سورة النحل، وحتى الركوب والخيل والبغال والحمير التي تركبها وزينة. هذه المكونات موجودة في الكركم، والكركم يصنف مع التوابل وهو على شكل جذور. والكركم أقوى من الزنجبيل وأقوى من الخولنجان، يعني فيما يخص يعني هذه المكونات. علاش؟ لأن مادة الكركمين فلافونويد، هذا الكركمين هو موجود بنسبة عالية في الكركم، وليس له أثر جانبي، هذا هو القوي عند الكركم. النبتة الوحيدة أو العشبة الوحيدة التي لا تسبب تسمم هي الكركم، جميع الأعشاب الأخرى مسمومة. الكركم حتى ولو يتناوله الناس صباح مساء ويتناوله بكثرة، يعني ملعقة كبيرة في اليوم أو ملعقتين، لا يضر الجسم ولا يصيب الكلية ولا يصيب الكبد ولا يصيب البنكرياس، لأن الأعضاء هي التي تتسمم بهذه الأعشاب، خصوصا إذا كانت أعشاب سامة، ومثل بعض الأعشاب الحاملة للسولانين، لليكتين السولانين الذي هو خطير. السولانين موجود حتى في البطاطس. هذا الكركم في مكون الكركمين، ومكون الكركمين هو مكون قوي ويسخن الجسم أولا. تلاحظ الناس على أنه كيعرق، ولذلك كانوا كيديروا الناس على الكحة. نعم. كما تفضلت في المقدمة، مكون الكركمين من المضادات القوية للأكسدة، وهو يكبح بعض يعني التفاعلات داخل الجسم، ومنهم تعدد خلايا الجذور الحرة. نعم. الجذور الحرة من أين تأتي؟ كل الناس يتكلمون عن هذه الجذور الحرة هكذا. نعم. الجذور الحرة لا تأتي إلا من اللحوم والأجبان والسكر، ثلاثة. نعم. يعني هذه الجذور، لماذا؟ لأن لما يعني نأكل لحم فهو يهضم في المعدة، ثم يكمل طريقه في المعدة دقيق تحت تأثير بيبسين، تحت تأثير بيبسين يعني في المعدة، ثم تحت تأثير الكالباين والكاتيبسين والكسف، يعني هذو الموجودين الآن في الأمعاء الدقيقة، يعني هي تكمل هذا الهضم. طبعا البروتينات فيهم روابط كبريتية تخلف على شكل H2OS، واحد الغاز غاز الكبريت، ثم فيها كربونات، يعني هذيك الجزيئات ديال السكر، فيها سيتونات كيتونات، وفيها كذلك الديهايدات. فلما تهضم هذه المادة تقطع هذه الروابط، ثم تحرر الديهايدات والكيتونات، وكذلك هذا ثاني يعني غاز الكبريت H2S. هذه كلها جذور حرة تخلف، وهي التي تضرب خلايا القولون وتسبب سرطان القولون. ليس سرطان القولون فقط، وإنما تؤكسد كل الخلايا بما في ذلك خلايا الدماغ. لماذا؟ لأنها مواد دائبة، ولأنها تمتص وتذهب مع الدم. فهناك أنزيمات يعتقل الجسم من هذه التأكسدات، تحبس هذه التأكسدات على الجسم. المكونات أولا الألياف الخشبية، ثم المضادات للأكسدة. الألياف الخشبية في الماء الغليظ لا تترك هذه المواد تصل إلى الخلايا، فهي تحفظ هذه الخلايا من التأكسد. ثم كذلك مكون فلافونويدات، يعني مضادات الأكسدة، والكركمين الموجودة في الكركم. نعم. هو هذا يعني حافظ من الأكسدة بقوة، ثم أنه يحفز الأنزيمات التي تعمل على استخراج هذه الجذور الحرة من السايكلو أوكسيجينيز 2، هذه الكوكس معروفة، الأطباء يعرفوا هذه السايكلو أوكسيجينيز، كذلك AIL6، وكذلك مكون الجلوتاتون إس ترانسفيراز، هذه كلها أنزيمات يحفزها المكون الكركمين الموجود في الكركم. نعم. لأن هذا الفلافونويد سمي كذا على اسم، لأن المصدر ديالو هو الكركم، العلماء سموه الكركمين. نعم. يعني هذا الكركم باش ما يشتبهش على الناس، لأن كان واحد الوقت ياخذوا واحد الملون أصفر تيسميوه الخرقوم، ملون صناعي، ما خصش الناس، لأن هذاك ملون صناعي خطير جدا، خص الناس يبتعدوا منه ما أمكنوا، ممنوع يباع في أوروبا، هذيك البيكية الصفراء اللي كتبان عندهم نوع يباع في أوروبا، لا يسمحوا به في أوروبا، يعني هو متداول عندنا في المغرب مع الأسف الشديد. والناس كيسميوه الخرقوم، الناس غادي يشتابع عليهم الأمر. احنا كنتكلموا على الكركم، هذيك الجذور اللي كيدقوها الناس اللي كنسميوه الخرقوم البلدي يعني في المغرب. نعم. هو علينا المغاربة كيعرفوه، لأن من قبل كان يدق في المهراس،
يعني كانوا كيذقوه في الميراز، وكان النساء دائما عندهم الكركم في المنزل، دائما الكركم دائما موجود في المنزل، يعني لدرجه انه كانوا كيصبغوا به، وكانوا واحد الوقت كانوا كيخلطوه مع الحناء وكانوا كيصبغوا به حتى الثوب، وكان اسميته الزعفران. طبعا لان الموطن الاصلي ديالو هو الهند، هو مذاقه قوي جدا. علاش؟ لان مكون الكيركمين الموجود هذا هو يعني عنده واحد مذاق قوي، ولكن ملي الناس كيبداو ياكلوه كيتعودوا على هذاك المذاق. انا شخصيا نيت متعود على هذا المذاق، وهذا الكركم انا ما اشرب زنجبيل، الشاي مع عصير في الأرض غذاء. أنا توابل ما عنديش كثيرة، عندي توابل، عندي الكركم من التوابل الأولى عندي في المنزل، الكركم، وكين الكمون هذا الكمون، وكين قليل من القرفة، بعد أشياء أخرى اللي كنجيبها للمنزل. يعني الكركم هو على رأس القائمة. نعم، وطبعا الزعفران هذا الحر المغربي، زعفران شعرة، هذا طبعا هو سلطان التوابل. حتى رائحة إن شاء الله نتكلموا عليه، ربما نخصوا حلقة لأنه منتج وطني لأنه قوي، زعفران الحر قوي. كنشوفوا الناس تبعوا هذوك الإشهارات والإغراءات ديال الفضائيات، مشاو كيجيبوا منتوجات مستوردة هي لا تصلح لشيء، خلاو المنتوجات يعني البسيطة جدا رخيصة. الكركم رخيص، يعني 5 دراهم يعطيك يعني حفنة ديال الكركم، وهي صالحة، ويشربوها الأطفال ويشربوها الناس، مش يديروها في الطبيخ، يشربوها مع الماء مع العصير. ممكن يعني الإنسان ما يشربهاش طبيخ كافي، مع مشروب ساخن ولا مع مشروب بارد. هي مثلا تسمعنا بأنهم كيخلطوها مع الحليب، واش جيد؟ مع أي مشروب، مع أي مشروب، مهم غير توصل للجسم. ثم كذلك مع الحساء، الناس اللي كيديروا الحسو ولي الشعير، حساء الشعير ما كيعملوش مع كركم. الناس اللي كيعملوا مثلا القطاني البيصار هذه اللي كنسميوها في المغرب، قطاني ديال حساء الفول والحمص، هذيك الشيء ما كيعملوش مع كركم، بس تكون ملعقتين كبيرتين. لا الكركم احسن، ملعقتين. ملي طيبوا هاد الحساء ديال الفول ولا حساء الشعير، يعملوا ملعقتين كبيرتين او 3، يعطينك هجاء، يعطيو واحد، يزيدوا، يجيبوا ان يضاف بكميه كبيره، باش يعطي تركيز اكبر. هو يحفظ من سرطان القولون، الدراسات اللي تفضلتي هي دراسات وصلتنا علينا، هذه الدراسات وصلتنا في اوائل التسعينيات. هذه الدراسات اللي يعني اللي تفضلتي بها في المقدمه، هي كاين الدول الاسيويه هي اللي متقدمه في هذه الاشياء، من سريلانكا، من كوريا، من الهند كذلك، لان الطب الهندي يعتمد على هذا التيرميريك، على الكركم، ويعتمد كثيرا على القرفه وعلى بعض التوابل القويه، والكركم هي قويه في الطب الهندي. حتى ان الان كاين صناعه ديال الاقراص من الثوم، غير الثوم يعني مجفف مسحوق ثوم على شكل اقراص، كاين كذلك اقراص كما تفضلتي، كاين كبسولات واقراص ديال الكركم، كاينين موجودين، يعني هذا موجودين الان، موجودين يعني. هذه المنتوجات هي جيده لما انه يحفظ من سرطان القولون، وكذلك يحفظ من الامراض المتعلقه بالجهاز العصبي مثل الالزهايمر والباركنسون والسكليروزيس. لماذا؟ لانه يكبح هذه العامل الذي يذيب الميلين، اللي كيخرب الميلين، مكون الميلين اللي كاين في الخلايا الدماغيه نورونز، هو اللي كيخربهم، هو العامل ديال IL2، وهذا IL2 هو اللي الكركم كيكبح، يعني كيحفز الانزيم اللي كتعمل على حفظ هذا الميلين من التخريب. ثم كاين الانزيمات القويه في الجسم، يعني الان الامريكيين كيراهنوا على الجليوتاتيون ترانسفيراز، وكاين يراهنوا على السوبر اوكسيد ديسميتاز، هادو انزيمات قويه، والسيكلو اوكسيجينيز 2، هذه انزيمات هي اللي كتريح الجسم من التسمم. من قبل كانت هذه الانزيمات لا تعمل كثير، لان الانسان ما كانش كيتسمم، كان يتناول مواد طبيعيه، اما الان الانسان يتسمم كل ساعه، ولذلك هذه الانزيمات يجب ان تحفز، يجب ان يكون هناك اشياء طبيعيه تحفز هذه الانزيمات لتحفظ الجسم من التسمم. هو يحفظ الكبد للتعرض كذلك للكيتونات ولهذه المواد السامه، يعني الكسينوبيوتيك كيميكالز، لان الكبد هو القمامه ديال الجسم، كل الاشياء تمر من الكبد. فهذا الزينوبيوتيك كيميكالز هادو كيكونوا عاليين في المحفظات، في المواد الكيماويه، في كل الاشياء بما في ذلك الادويه. هذه التي تمر إلى الكبد، هو الكركم يحفظ الكبد من التسمم. وفي حالة ما إذا كان تعفن على مستوى الكبد مثل التهاب الكبد B و C، فهاد الناس إلا بقاو يشربوا، ماشي علاج وأنا أقول يعني، ويحفظ الكبد، نعم، يبقاو يتناولوا بانتظام، يعني هو هاد كلمة في المقدمة اللي جات، كلمة بانتظام قوية جدا، لأن كاين الناس اللي كياكلوا الكركم مرة في السنة ولا مرتين، ولا تيبدا يشرب من بعد يقول لك ما حسيت والو، لا، يجب تناول الأشياء هذه بانتظام، يعني لا يمكن أن ترى النتيجة بعد يوم أو يومين، ولكن ممكن أن ترى النتيجة بعد سنة أو سنتين. فعلا. يعني كتشوف الجسم ديالك بأنه جيد، لأنه مبقاش يعني الوظائف ديالو تنقص، فهذا شيء جيد، يعني تناول الكركم مع ماء دافئ أو مع عصير أو مع أي شيء
يعني بانتظام الناس اللي عندهم تسمم على مستوى الكبد بما في ذلك الاوكسيديتيف ستريس. هذا المشكل اللي كيوقع في الكبد الناس عندهم لان الكبد هو قوه الجسم. قليل من يعلم هذا. الناس اللي ما كيقدروش يخدموا ولا عندهم واحد العياء مزمن واحد هو اما الكليه اما الكبد. يعني هذه معروفه يعني حتى الاخوان الاطباء هاد الناس اللي عندهم التهاب الكبد.